أهلا بحضرتكم. مواجهتنا عن حصاد قطاع البترول غير المسبوقة خلال الفترة الأخيرة، وكمان الإنجازات بشهادات دولية، ومنها ما نشره موقع بتروليوم إيكونوميست العالمي المعني بشؤون الطاقة، إن القاهرة أصبحت لاعبا رئيسيا للغاز في البحر المتوسط، وإن ازدهار القطاع بيجذب الشركات الدولية، والإصلاحات الحكومية هي كلمة السر. إزاي ممكن نستفيد من هذه الشهادات أو هذه الشهادة وغيرها الحقيقة كتير لنجاح تجربة مصر في قطاع البترول من أجل الترويج للاقتصاد المصري، وإمتى نشوف مصر مركز إقليمي كبير للطاقة، وإيه أهمية طرح أول مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر والعائد المنتظر منها، وماذا يعني إعلان مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز؟ كل دي وغيرها من الأسئلة والمحاور هناقشها مع ضيفي المهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق. سيادة الوزير أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك. أهلا بك. الأول أنا عايز أبدأ الحقيقة من اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير مع السيد وزير البترول، واللي اتكلم فيه طبعا السيد الرئيس وشدد على أهمية دعم هذا القطاع وتطوير هذا القطاع المهم، قطاع البترول، وكمان أيضا الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية في قطاع البترول والغاز. شايف أهمية ده إيه، وأهمية الاهتمام الرئاسي المباشر بهذا القطاع المهم؟ يعني أقول لحضرتك هنرجع ببلاش الاجتماع الأخراني ده، بس هنرجع ل 2015 بالتحديد، من يوم اكتشاف حقل زهر. حقل زهر تم اكتشافه 2015. حقل زهر هناخده مثل لما تم تحقيقه الفترة اللي فاتت. حقل زهر في أي مكان في العالم بالإمكانيات دي، بالمسافة اللي هو موجود بيها 180 كيلو من البحر، من شاطئ البحر، ياخد من 4 لـ 5 سنين تنمية. كان السيد الرئيس ابتدى يجتمع مع الشركة اللي اكتشفت هذا الحقل وقطاع البترول ووزير البترول، تم تنمية هذا الحقل في سنتين بالظبط، 25 شهر. ودي حضرتك شايفها مدة قياسية؟ مدة قياسية، مدة يعني بأي مقاييس هي مدة تعجيزية يعني. كده كان بيحصل ازاي؟ كان سيادة الرئيس بيجتمع بالمجموعة دي مع وزير البترول، مع رئيس الوزراء وقتها، وكان حاطط تارجت ان هو ده يتم الانتهاء منه في خلال ال 24 او ال 25 شهر. فده طبعا انجاز تخيلي لو ده بيحصل في كل حاجة. فسيادة الرئيس بيدي اهتمام كبير جدا لقطاع البترول. قطاع البترول برضو احنا بقالنا اكتر من 100 سنه، يعني قطاع البترول القطاع في مصر المصري بقاله اكتر من 100 سنه، مرينا على مراحل. اعتقد ان احنا يعني سعداء الحظ جدا الفتره دي ان سياده الرئيس مدي اهتمام واضح، في اهداف واضحه. وزير البترول ورئيس الوزراء بيتابعوا هذه الاهداف وهم قادرين تماما على تنفيذها. انت بتقولي هنبقى مركز اقليمي، لو بصيتي على الجغرافيا هتلاقي انت في وسط العالم يعني. صحيح. الخليج فيه بترول، الشمال فيه مستهلكين، فانت بتبقي الهب يعني المركز الاقليمي. عشان تبقي مركز اقليمي ما ينفعش نجيب بلد ما فيهاش بترول اصلا وتبقى مركز اقليمي. فانت عندك تاريخيا عندك ثروات بتروليه وغازيه، عندك موقع، عندك تسهيلات كبيره جدا، عندك بنيه اساسيه قويه جدا في مجال البترول بتتطور مع الزمن، انما الفتره الاخرانيه الحقيقه فيها يعني قفزه واضحه جدا. طب ازاي ممكن نستفيد من هذا الاهتمام الكبير من السيد الرئيس بقطاع البترول يا سياده الوزير؟ اعتقد يعني حصل استفاده، يعني اخر حاجه بالنسبه لك مثلا منتدى دول غاز الشرق، غاز البحر الابيض، تتكلمي على 7 دول مركزه في مصر، كلهم معتمدين عليكي كدوله مركز لتبادل، سواء انتاج من عندك او سواء انتاج من بلاد اخرى هيجي يمر خلالك عشان يتم تصديره للمستهلك النهائي. المنتدى ده فيه دول منتجه ودول مستهلكه. ايه المركز، ايه مركز الاهتمام بتاعهم؟ هي مصر ببنيتها الاساسيه، بقدراتها، بالكلام ده. فده طبعا اهتمام، وسياده الرئيس اكيد شايف الكلام ده، ابتديت تحسي بده. لما انت بتبقي قويه داخليا الناس اللي بتجيلك، ما بقاش احنا اللي بنستجدي الناس، هم اللي بيقولنا الحياه دلوقتي. بمناسبه ان هم اللي بيقولنا، انا عايزه اروح لاول مزايده بقى للتنقيب في البحر الاحمر. خلينا ندي الناس فكره اكتر، يعني ايه اللي هتقوم بيه، او يعني ما الذي سينتج عن هذه المزايده، وقول لنا اهميتها ايه بالنسبه لنا. يعني احنا لسه في مرحله طرح المزايدات. صحيح. هو حصل حاجه برضو، خطوه من الخطوات المهمه يمكن ما حدش عارف عليها قوي. انت قدامك بديل من اتنين، البحر الاحمر منطقه يمكن تم التنقيب فيها مره او اتنين خلال التاريخ يعني، انما لسه منطقه تعتبر بكر بالكامل. وزاره البترول خدت قرار انها تعمل مسح سايزمي، هي اللي تعمله بنفسها مع هيئه البترول.
يعني ايه بتعمله بنفسها؟ في ناس بتقول طب انا بعمله ليه؟ ما في شركات هتيجي. مسح سيزمي اللي هو فيه جوف البحر يعني. مسح سيزمي هو اول مرحله بتشوفي الشكل العام للمنطقه. الكلام ده لو طرحتي من غير ما تعملي ده، الشركات اللي هتقدم هيكون عندها عناصر مخاطره كبيره جدا، ما عندهاش معلومات، فهتديكي عروض قد تكون اقل من طموحك. اللي حصل ودي كانت خطوه مهمه جدا برضو، يمكن ما حدش قدر يعملها قبل كده كتير. لا احنا عملنا المسح السيزمي، بقى عندنا معلومات اساسيه لما الشركات بتيجي تتقدم بعروض. لا انا قللت لك المخاطره، ففي الاخر هيبقى هيعود عليكي تماما بنسب في المشاركه والكلام ده، هتبقى افضل كتير من الراجل جاي ما يعرفش حاجه. منطقه البحر الاحمر اعتقد السعوديه عملت بحث واستكشاف عندها، واعتقد ان في شواهد كبيره ان موجوده. منطقه لسه لم يتم البحث فيها قبل كده. البترول احنا لو مشينا تاريخيا يعني ابتدينا في منطقه خليج السويس ومنطقه البحر الاحمر اللي هي البريه، وبعدين دخلنا على الصحراء الغربيه، وبعدين دخلنا على البحر الابيض اللي هي المياه القريبه. كل ما بتروح في حته بتلاقي الحقيقه احنا في منطقه فيها احتمالات كبيره جدا. فمتوقع باذن الله البحر الاحمر برضو، بس بعد المزايدات ما تحصل ويحصل ترسيه للعروض الافضل، اعتقد هتبقى منطقه يعني نتكلم عليها كمان سنتين كده هتلاقي فيها نتائج كويس ان شاء الله. ازاي ممكن نحقق الاستفاده المثلى يعني او القصوى من الامكانات الموجوده في مصر، الثروات الطبيعيه؟ ازاي ممكن ده نستفيد منه كمان في المساهمه يعني في دعم الاقتصاد المصري؟ الثروات الطبيعيه دي ربنا حابة بيها البلاد لتبقى مصدر انفاق على خدمات الدوله، وليست عشان الناس تاخدها رخيصه. يعني الناس برضو لازم نتكلم في الحته دي، يمكن عشنا 30 40 سنه بنتكلم على المنتجات البتروليه الرخيصه في السوق. هل ده حقق لنا اهدافنا؟ احنا بننتج بقى لنا سنين طويله جدا، بدل ما نستفيد من عائد المنتجات البتروليه او الثروات عموما عشان الانفاق على خدمات المواطن، لا احنا خدنا المنتجات البتروليه دي وخدنا الميزانيات بتاعت خدمات المواطن وصرفناها على دعم. فالنهارده الوضع مختلف تماما. الثروة البترولية هيعود عليكي بأنها تبقى زي وديعة عندك تصرفي منها على خدماتك، ويظل الأصل موجود. فالنهاردة بتتكلمي على بترول، بتتكلمي على غاز، بتتكلمي على ثروات معدنية موجودة كتيرة، أعتقد الفكر مختلف تماما النهاردة. ويعني هنتكلم بصراحة ووضوح من غير يعني مواربة، فكر الرئيس من يوم ما جه في موضوع الدعم وموضوع اللي هو إعادة النظر في موضوع الدعم، لا في تأثير كبير جدا وواضح. هتنتهي زي دول الخليج مثلا، يوم ما اكتشفت بترول ما بعتوش في سوق رخيص، لا هي انفقت من عوائد البترول على خدمات الدوله، تحولت الى دوله من دول زي دول العالم كلها. احنا في المرحله دي هنستفيد بثرواتنا كلها ازاي؟ ان احنا هتبقى عائد عندنا ومصدر دخل علشان نصرف بيه على خدمات المواطن. هتلاقي الامور كلها بتتحسن، انما ما يبقاش الغرض الاساسي اخلي الغاز رخيص هندفع ثمنه، هندفع تكلفته، في المقابل هتاخدي خدمات افضل كتير. ممتاز. طيب انا عايزه اروح لبعض الانجازات اللي تحققت على مستوى القطاع خلال الفتره اللي فاتت، ناخد تعليق حضرتك عليها يا فندم. يعني مصر مثلا حققت لو قلنا اعلى معدل انتاج الزيت الخام والغاز في تاريخها في فبراير الماضي بمعدل، وفي بعض الارقام طبعا اللي تم الاعلان عنها، بمعدل 1,800,000 برميل مكافئ في اليوم، وتحقيق اعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بالظبط 1,000,000 وحدة سكنية، الوصول لأعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال 4 سنين اللي فاتت بنحو حوالي 27 مليار دولار، بالإضافة لأعلى نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018-2019. نبتدي بالإنتاج. نبتدي بالإنتاج. برضو نوضح كلمة برميل مكافئ. كويس. البرميل الزيت الخام بيقاس بالبرميل، الغاز الطبيعي او الغاز بيقاس بالقيمه الحراريه بتاعته بنسبه للبترول. كويس. احنا بننتج النهارده حوالي 7 مليار قدم مكعب غاز في اليوم، كنا يمكن من 3 4 سنين بننتج 4، فانت بتتكلمي على تقريبا قريب من الضعف. لما بتحوليه لغاز مكافئ ده بتتكلمي على 1,000,000 وشويه برميل. برضو الناس مش متخيله، الناس بتقول طب احنا بنستورد. انت طبيعي انك تستوردي وتصدري، يعني بلاد العالم اغلبها ما بتنتجش بترول على فكره، يعني حتى الدول اللي عندها انتاج هي بتصدر وبتستورد. احنا دوله منتجه ومستهلكه في نفس الوقت. في دول منتجه اكتر من استهلاكها فبتصدر كله، في دول ما عندهاش انتاج خالص. فانت كونك عندك ثروه بتروليه بتتكلمي 1.8 مليون برميل، قريبه من دول كتير على فكره
قويه جدا في الصناعه، بس احنا مش حاسين لان المقام بتاعنا 100 مليون. احنا بنتكلم على الثروه دي بتخدم كام مواطن. 100 مليون لو قارنتيها بتعداد دول اخرى بتنتج اكتر مننا هتلاقي الامور فانت عندك النهارده انتاج محلي ما بيكفيكيش طبعا 100% عشان الاستهلاك عالي جدا. لما بتحرري الاسعار بيبقى عندك قدره انك تستوردي اكتر. لما تبقي هب او مركز اقليمي هيبقى عندك جوه بلدك ماشي غاز وماشي زيت وماشي بترول، تقدري تطوري بقى معامل التكرير بتاعتك وتقدري تعملي كل ما هو يفيد. احنا بنتكلم على بلدنا الاول. بلدنا الاول اكتفاء ذاتي من اللي عندنا، ولو بنحتاج دخل اخر او بنحتاج موارد اخرى احنا بنتعامل مع الدول اللي جنبنا ان احنا بناخد الغاز بتاعها بنصدره عن طريق البنيه الاساسيه اللي عندنا. هيجي لك عائد يومي، مش هتحسي على فكره، انت مش هتعملي مجهود فيه، انت بنيه اساسيه موجوده بتدعميها طبعا وبتطوريها عشان تبقى قابله للاستيراد من الدول الاخرى. مش بتستورديها لاستغلالك، لا بتستوردي لحساب. يعني تستوردي وتصدري وانت بتاخدي فلوس بقى، دوله ممر هتاخدي فلوس، دوله اساله وتصدري انت مالك بجزء هتاخدي فلوس، فانت هتحولي الى عندك خزنه بتدخلي لها بقى من انتاجك المحلي، من استهلاك، من دخلك اللي جاي لك من عندك ومن الحاجات الخارجيه. انت لازم تبقي جاذبه وتظلي جاذبه. الرساله بتقول ايه؟ لو انا مش جاذب محدش هيجي لي. لو انا مش متطور زي العالم محدش هيجي لي. فاللي بيحصل في قطاع البترول النهارده انك لازم تتطوري. سواء معداتك تتطور، معامل تكريرك تتطور، البنيه الاساسيه اللي هي البشريه كمان لازم تتطور، وده بيحصل النهارده. بتعيدي المنظومه. كويس. عشان تقدري تستوعبي البوتنشال او اللي جاي عليكي. تمام. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن الانتاج وحجم الانتاج والتوصيل كمان، يعني لما بنتكلم ان احنا وصلنا لمليون وحده سكنيه في 2018 توصيل الغاز الطبيعي. المليون ده رقم عشان تتخيليه. شايفه ازاي الرقم؟ احنا بقول لك على مدى التاريخ، انا كنت في فتره معانا كنا بنتكلم على 600,000 700,000 وحده في السنه. وكان رقم صعب جدا تحقيقه. التوصيل الغاز للبيوت مش عمليه سهله على فكره، كونك توصلي المليون فوراه جهد غير عادي. انت بتتكلمي زي المرافق العاديه زي الميه والصرف الصحي والكهرباء، حفر في الشوارع ومواسير كبيره، فكون توصلي للمليون ده رقم يعني الحقيقه تارجت كان صعب جدا تحقيقه، وانا بهني قطاع البترول لان هو كان حاجه احنا بالنسبه لنا حلم يعني. ف دي استفاده. كويس. طب ومعدل الاستثمارات يعني اللي ارتفع خلال الاربع سنين اللي فاتت بنحو 27 مليار دولار، شايف برضو ده ازاي؟ هقول لك شايفها ازاي. وهل ده كان المعدل المناسب يعني ولا لا؟ هديلك مثالين. احنا بنتكلم على الغاز طلع من 4 مليار قدم مكعب غاز ل 7 مليار وشويه. حقلين بالتحديد، حقل زهر وحقل شمال اسكندريه، دول حقلين الكبار، دول اضافوا لوحدهم حوالي 3 وشويه مليار قدم مكعب غاز في اليوم. الانفاق بتاعهم قد ايه؟ حضرتك تتخيلي رقم، بنتكلم على 15 مليار ل 16 مليار دولار من شركات عالميه كبيره، الشركات دي يعني في مقام دول، بتنفق 15 مليار دولار في دوله اخرى هتسترد فلوسها واستثماراتها على مدى 25 سنه اللي هي عمر الحقول. رساله واضحه جدا ان شخص عنده قدره ماليه وقدره فنيه اختار مكان يستثمر فيه 15 مليار دولار. وهو عارف انه هياخد العائد بتاعهم على 25 سنه، فهو قاعد امن ال 25 سنه، قاعد مستقر ال 25 سنه، قاعد ضامن في سوق محلي بياخد المنتج بتاعه. المستثمر بيجي لك مش بيجي المجامله. هو يمكن في ناس عايزه تجاملك تيجي مصر، انما مش هيجي مصر الا وانت جاهزه تستقبليه، تستقبليه بكل ما هو يفهمه. فهو ده النهارده الاستثمارات اللي هتجي لك طول ما انت جاهزه هيجي لك استثمارات. انا اديتك مثلا اتنين بس لوحدهم كده بيتكلموا على 15 مليار دولار. كل عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب فيها فلوس، عمليات التنميه فيها فلوس، عمليات تطوير معامل التكرير فيها فلوس، فكل الكلام ده استثمارات. طبعا الوضع في مصر النهارده مختلف تماما. بقيتي مكان جاذب. ارجعي اربع خمس سنين، بلاش خمس سنين، ارجعي ثمان سنين شوفي الوضع كان شكله ايه. يمكن في سنه 2011 2012 كان في صفر استثمارات، النهارده بتتكلمي في وضع مختلف تماما. الدوله جاهزه الاستيعاب والاستقبال، المزيد والمزيد والمزيد والمزيد. طب لما بنتكلم النهارده عن انه من انجازات قطاع البترول هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ايه معنى ده؟ ده معناه ايه بالنسبه لنا؟
لما حصل عندك انخفاض شويه في الانتاج كنت بتستوردي، ده مباشر يعني، ده تاثير مباشر. كنت بتستوردي ب 2.5 مليار دولار في السنه او 3 مليار، ما بقتش تستوردي، فانت بتوفر هذا الجزء من العمر. وفرتي مبدئيا، وفرتي 2.5 مليار دولار. تخيلي قيمتهم قد ايه النهارده بالجنيه المصري، يقدروا دول يروحوا في واستخداماتهم في برضه الاكتفاء الذاتي. عشان نتكلم عشان الامور تبقى واضحه تمام. في بعض الناس بتقول الاكتفاء الذاتي ده لازم يكون الحصه الخالصه بتاعه قطاع البترول المصري، وفي ناس بدون تانية وانا منهم الشركه. كل ما هو منتج من مصر، انا اكتفاء ذاتي هو انتاجي المصري كله، الحصص اللي بياخدها الشركاء الاجانب اللي انا بشتريها منه للسوق المحلي هي تكلفه انتاجي. لا، في بعض الناس بتقول ان لازم يكون حصه يعني تماما للجانب المصري. لا، هو الموضوع مش كده، الموضوع ان هو ما دام انتاج طالع من ارض مصر، طالع من حقول مصريه، فهو حصل فعلا اكتفاء ذاتي. الحصص دي كلها والشركاء دول هي الاتفاقيات بتقول كده، وبيسترد امواله وبيسترد استثماراته، دي تكلفه انتاج. انا بتكلم على لغايه النهارده تكلفته طبقا للاتفاقيه والحصص بيبقى تكلفته 3 دولار او 4 دولار، هو دي تكلفه انتاج الغاز. بيوفر لي ايه تاني؟ لو انا ما عنديش ده هستورد من بره. استوردي باسعار اخرى، بتتكلمي في 8 او 9 دولار، فانت موفره في كل الاحوال. فانا من وجهه نظري الشخصيه، واعتقد هي دي اللي المفروض تكون يعني سيده، الاكتفاء الذاتي معناها هو منتج محلي مش مستورد من بره. هل ده مؤشر كمان انه بعد كده كمان يبقى عندنا فائض، وبالتالي نقدر ان احنا نصدر الغاز، نبقى دوله مصدره مش للغاز؟ مش بس تصدري، انت النهارده دايما بتعملي خطط تنميتك على امكانياتك من الغاز. في كم صناعه قايمه على الغاز، ويمكن ده اهم حتى من الكهرباء. احنا النهارده اكتر شريحه بتاخد الغاز عندنا الكهرباء، فالنهارده ابتدينا حتى النقطه دي لازم نتكلم عليها. ابتدى يبقى عندنا كهرباء بديله، الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح والطاقه النوويه هتيجي بعد شويه، وطاقه الكتله الحيويه اللي هي دي، كل ما توفري ادم واحد مكعب غاز هتوديه لصناعات بتروكيماويات او اسمده او خلافه، او حتى تصدريه، هيجيب لك عائد وقيمه مضافه قد الدولار اللي بتوديه للكهرباء 4-5 مرات. فانت بتتكلمي بقى عندك، يوم ما يكون عندك وفره في منتج، عندك وفره في التفكير، عندك حريه في التفكير، هتقدري تخططي مستقبلك. الصناعه مع الكهرباء مع البترول هيقعدوا مع بعض يشوفوا الاستخدام الافضل، ادم الغاز او دي كهرباء ولا دي بتروكيماويات، صناعه وعائد وتشغيل ناس. فهو النهارده الوضع على فكره، يوم ما عندك وفره عندك حريه حركه وعندك استقرار وعندك راحه. النهارده اتفرجي على الدوله، النهارده في راحه في التعامل، قارنيها بقبل كده لا كل واحد بيتكلم لوحده، لان عندك ما عندكيش وفره في المنتج، فنتخانق بقى، الغاز يروح الكهرباء، الغاز يروح السماد، الغاز يروح البتروكيماويات، يتخانقوا عليه. النهارده لما يكون في وفره كل الناس هيبقى عندها، هتوصلي للحد الاقصى من الاستفاده من كل حاجه، كل الصناعه. هل الاسراع في تنفيذ مشروعات التنقيب وتنميه طبعا قطاع او حقول الغاز عندنا، والتنقيب والاستكشاف او الاكتشافات، هل شايف انه هذه المشروعات جت في وقتها مهندس عبد الله، ولا شايف ان هي خطوه كان من المفترض ان تتخذ قبل سنوات؟ لا، هي موجوده، ما نقدرش نقول انها حاجه جديده بالكامل، انما حسب ظروف الدوله. لما يكون عندك شركاء اجانب ليهم مديونيات فلوس كتير، فهو بالنسبه له عنده مخاطره في استرداد ما انفقه، فهتلاقيه يبقى بطيء شويه في الاستثمار. انما لما يبقى عارف ان الدوله عندها امكانيات، اقتصادها ابتدى يبقى قوي، هياخد فلوسه خلاص، هيبتدي يتشجع ويجي. هي كلها امور يعني بتخدم على بعضها زي ما بيقولوا. النهارده وضعك الاقتصادي، وضعك السياسي، وضعك الامني مختلف تماما عن من سنين فاتت. فاللي كان بيتردد النهارده ما بيترددش، هتلاقي المزايدات نازله، هتشوفي من الشركات اللي جايه، هتلاقي اكبر شركات في مثلا العالم. شركات زي اكسون موبيل دلوقتي دخلت من ضمن هذه المزايدات، قول لي ده اهميته ايه وبيحقق لنا ايه؟ بص حضرتك، سؤال اكسون موبيل عندنا، شال كمان سؤال، ايه اللي جابه؟ الشركات دي لا تجامل، الشركات دي عندها راس مال بتستثمره، مش هتيجي عشان تخسر يعني، مش هيجاملك صح. الكلمه تاخديها من اي شركات اجنبيه خديها حقيقيه 100%. لما رئيس شركه سيمنز يتكلم خديها حقيقيه في 100%، رئيس شركه غيرها يتكلم. القطاع البترول عايز استقرار لانه استثمار على سنين طويله. هو شايف في شركه ايني، في شركه بريتش بتروليوم، في شركه شيل، في شركات، هو عايز يجي. اكسون موبيل وخلافه هم هيجوا، وان شاء الله ده لمصلحتنا. يبقى عندنا تنوع في الخبره، عندنا تنوع في طريقه التعامل،
انما احنا في قطاع البترول المصري على فكره على مدى عمره دايما بيتعامل مع شركات اجنبيه. فتلاقي احنا عندنا يعني عندنا استعداد للتعامل، مش هيبقى فيه مشكله. عايز اعرف من حضرتك كمان يعني الاستثمار في القطاع ده شايف انه واخدنا يعني مثلا احنا كان في فترات كده بتمر علينا انه احيانا يبقى عندنا نقص في المواد البتروليه، او يعني احيانا فيما يحتاجه السوق المحلي. احنا شايفين بقى لنا فتره الحمد لله ما فيش انقطاع، ما فيش نقص في هذه او هذا القطاع. هل ده معناه برضو نقدر نقول نجاح اكتر فيما يخص طبعا هو بصي هو استقرار. انت بتقارني بفترات، اولا يعني اكلمك على انبوبه البوتاجاز. انبوبه بتتكلف كانت، هقول لك ارجع لك سنه 93 ايام الدكتور عاطف صدقي، كان حصل ريفورم اقتصادي، كان صفر دعم البترول، صفر. كانت انبوبه البوتاجاز هديها لك كان اصلاح اقتصادي وقتها وصل للصفر، صفر صفر الدعم. من 93 طلعت ل 2012 120 مليار جنيه. 120 مليار جنيه دي دعم مالي عشان توفري السلعه بنفس السعر اللي انت حطاها سنه 93. يعني انبوبه البوتاجاز قعدت من سنه 91 2 جنيه 65 قرش، استمرت ل 2014 يمكن لما زاد اول زياده فيها. فانت متخيله حاجه بتتكلف 2 جنيه ونص تبقى هي ب 2 جنيه 65 قرش، بقت بتتكلف 100 جنيه تبقى هي ب 2 جنيه 65 قرش. فهو مش مشكلة توفير المنتج، هو مشكلة الصعوبة في التحكم فيه. خلقتي سوق سودا، خلقتي عدم انتظام، كان في حاجات كتير قوي فيها عدم انتظام. لما الدورة تنتظم بكل عناصرها هتلاقي الأمور، المواطن عايز السلعة بسعرها الحقيقي تقدر توصل له. إنما أقول له إنها ب 4 جنيه بيشتريها في السوق السوداء ب 20 وب 30 وب 40. فعشان كده ابتدى يحصل يعني مع ترشيد الدعم اللي حصل الفترة اللي فاتت، بقى في موارد الهيئة البترول تقدر تتحكم بقى شوية، تقدر تحسن الخدمة، تقدر تتعامل، هي موضوع أفضل كتير عشان الظروف تحصل. طيب وزارة البترول في الفترة اللي فاتت كمان بدأت تتجه لتطوير صناعة البتروكيماويات. سيادة الوزير، صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب المتغيرات في السوق الدولي، أهمية ده إيه؟ ما زي ما قلنا أنت هتبقي مركز إقليمي فلازم تتوافقي. يعني ما ينفعش أطلع منتج السوق رافضه. احنا السوق بتاعنا لازم ابقى متفقه مع المعايير الدوليه والعالميه. انت بتتكلمي على لازم تتغيري ولازم تتوافقي، وده اللي بيحصل النهارده. ما ينفعش ان انا ابقى عندي حالتي الخاصه اطلع منتج بسلعتي. النهارده بقى بقاش عندك مشكله في الدعم قوي، فتقدري تحسني منتجك. كان قبل كده انا كل حاجه عايز اعملها عشان ما تزيدش سعرها قوي عشان الدعم ما يزيدش، فبتتنازلي شويه عن المواصفات، بتتنازلي عن الخصائص. النهارده عشان يبقى عندك وفره هتنتجي السوق المحلي وهتصدري، مش هتقدري، مش هيقبل تصديرك غير لو يكون على المستوى اللي موجود هناك. فاحنا لازم نمتزج بقى، يعني لازم نتكلم ايه ان احنا كمركز اقليمي لازم نتوافق مع المنتج ومع المستهلك، واحنا هنبقى منتج ومستهلك، فاحنا لازم نبقى اولى بهذا التغيير. التغيير ده لصالحنا على فكره، يعني الناس ما تخشاش منه، التغيير هو للافضل دايما. يعني ان انا ابقى راجل لو انا زي غيري خلاص هصدر وهستورد وما بقاش عندي مشكله، لكن لازم تواكب العصر وتواكب المتغيرات اللي موجوده في العالم كله. طبعا العالم النهارده ما بيتنازلش عن الكواليتي، عن الجوده. ما ينفعش انا بتكلم عندي معامل تكليف، عايز ابقى مركز اقليمي لازم ابقى اب تو ات يعني، او على نفس المستوى. في معامل تكليف في مصر بقالها 110 سنه. يعني بدايه صناعه التكليف في مصر من 110 سنه. عندي معامل مبنيه من الستينات ومن السبعينات والثمانينات، كلها محتاجه تطوير. ابتدت الخطه دي في يمكن اثنين او ثلاثه، فانت محتاجه تطوري كل معامل التكليف بتاعتك عشان كلها تطلع منتج قابل للاستهلاك في مصر، عشان البيئه في مصر وعشان احتياجاتنا احنا برضو لينا اولويه. زائد لو بتصدري الفائض بتاعك يبقى مقبول عالميا. الكلام ده موجود حتى في الزراعه. يعني انت في الزراعه لما بتصدري منتج بيترفض لاسباب معينه لازم تطوري نفسك عشان يبقى مقبول في العالم. تمام. انا عايز اروح للاستراتيجيه كمان اللي اعلن عنها، الاستراتيجيه المستقبليه لقطاع البترول اللي بتتكلم عن انه مواصله العمل على تامين الطاقه عن طريق زياده امداداتها وتطوير وتوسيع البنيه الاساسيه ذات الصله وتوفير المناخ المناسب لزياده الاستثمارات لترسيخ اهميه مصر على الخريطه العالميه. شايف الاستراتيجيه دي ازاي؟ وشايف ممكن يعني ايه الخطوات اللي نقدر نتخذها لتحقيقها فعلا على ارض الواقع ونحقق اللي احنا يعني بنرجوه منها؟ ما هي بصي يعني احنا هنتكلم على نفس النقطه.
التوسع في البنيه الاساسيه، التوسع في حريه الحركه، في طلع قانون اللي هو السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، هيستورد الغاز منين؟ هيستورده هيمشيه فين؟ في بنيه اساسيه موجوده هنا مملوكه للدوله، فهيتعمل جهاز تنظيم الغاز هو اللي يبقى كنترولنج. بتتكلمي على اسعار انت عايزه تشجعي الصناعه. مش بس يبقى محدود بامكانيات الدوله. الدوله عندها امور اخرى تاخد بالها منها، انما الدوله هتفتح المجال للاستثمار في كل مجالات البترول. فلازم يكون عندك قوانين تسمح للمستثمر انه يجي، هو حر عايز يستورد غاز انا ما عنديش اديله، او انا عندي فرصه بديله، هو يجيب الغاز بتاعه ويعمل صناعه. فانت بتتكلمي على حريه حركه وعلى تطوير في المفاهيم اكتر من التطوير في القوانين، المفاهيم نفسها. احنا دوله في منتصف العالم، احنا زي العالم، عندنا امكانيات مش موجوده في حته تانية، فلازم نبقى احنا نستغلها اكتر حاجه تبقى جاذبه. مش عيب ان انا اجي على نفسي في حاجات معينه او ما اعتدت عليه اغير تفكيري فيه. الاستثمار ما هوش حاجه وحشه. انا ليا كلمه كنت بقولها قبل كده، يعني اوقات بقول احنا بنحب الاستثمار وبنكره المستثمر. المستثمر هو ليس شيء سيء، المستثمر شيء جيد. الدوله لازم تكون جاهزه، والكلمه دي فعلا يعني في فتره دي ما كانت حقيقيه. إنما فعلا دور الدوله ايه؟ الدوله بتحافظ على حقوق العامل بتاعها، حقوق العمال وحقوق الشعب بتاعها، تعمل قانون عمل قوي جدا متميز جدا، حقوق الدوله تعمل قانون ضرائب كويس جدا، تعملي سيطره على العمليه كلها، سيبي اللي الشغل يشتغل. انت هتبقى عارفه بتاخدي حقوقك كضرائب ورسوم، وحقوق عمالك وحقوق المواطنين بتاعتك محفوظه بالقانون، وسيبي الامور هتمشي افضل كتير. طيب سيادة الوزير، لما بنتكلم عن التطوير في هذا القطاع المهم، عايزاك برضو تكلمني عن ضرورة التعاون مع دول وكيانات مجاورة زي اليونان، زي قبرص، زي الاتحاد الأوروبي، زي دول الشرق الأوسط يعني المجاورة لينا بشكل عام. إزاي ده ممكن يكون مفيد بالنسبة لنا؟ هقولك، هم محتاجينك أكتر ما أنت محتاجة. وجود البنية الأساسية المصرية اللي سنين طويلة اتبنت فيها، بقى النهارده بنتكلم على مثلا حقول بتكتشف في قبرص. طب هينميها ازاي؟ الغاز على فكره ما ينفعش يتصدر زي البترول. البترول سهل جدا، مراكب ونحطه سايل، انما الغاز ليه يا اما خطوط يا اما اساله. هو عشان يبني معمل اساله واحد زي اللي عندنا، احنا عندنا ثلاث معامل اساله، ثلاث وحدات اساله، لو عمل واحد زي اللي عندك ده بتتكلمي في مليارات كتيره جدا، هيبقى الموضوع غير اقتصادي بالنسبه له. فهو محتاج مصرف للغاز بتاعه. فتم الاتفاق مع قبرص، ويمكن بيناقش النهارده خطوات تنفيذيه ان يبقى في خط من مكان اكتشاف الغاز في قبرص للبنيه الاساسيه المصريه. الغاز هيعدي عندك هتصدري، فهو محتاج لك. اليونان نفس الحكايه، يوم ما تلاقي اي دوله جنبك عندها هذا الموضوع، ما حدش النهارده هيقدر يبني البنيه الاساسيه اللي عندك. فانت النهارده عندك حريه الحركه وحريه التصرف، بس لازم تبقي جاذبه. مش عشان انا عندي حاجه مش عندهم فببقى جامد يعني، لا، احنا لازم نكون متوافقين لان المصلحه مشتركه. أكيد. طيب أنا عايزة أروح لبعض الشهادات الدولية، ويمكن مؤخرا في موقع بتروليوم إيكونومست اتكلم عن، وهو معني طبعا موقع عالمي معني بشؤون الطاقة، اتكلم عن أن القاهرة أصبحت لاعب رئيسي للغاز في البحر المتوسط، وقال أن ازدهار القطاع بيجذب الشركات الدولية والإصلاحات الحكومية هي كلمة السر. قراءتك إيه لما قالوا هذا الموقع وحديثه عن أن الإصلاحات الحكومية هي كلمة السر؟ يعني شايف هذه أو كلنا عارفين. يعني قوانيننا، عندنا قوانين من الخمسينات ومن الستينات ويمكن قبل كده كمان. المستثمر الاجنبي لما بيجي بيبقى عايز يعرف هو عايز هيحصل ايه بالظبط. عايز قوانين واضحه جدا، عايز قوانين سهله تطبيقها، مش عايز دعم. هو المستثمر اللي جاي مش عايز دعم. هو عايز اجراءات سليمه وسهله. هو شاف ده. انا قلت لك مثل حقل زهر، اكيد الناس كلها شافته. راجل بيستثمر 10 مليار دولار تقريبا، بيبتدي ياخد عائد على استثماره بعد سنتين. ده شيء يعني اقتصاديا مش سهل جدا تحقيقه في اي حته ثانيه. الدوله لما تتعامل بقى، هو لما يجي يلاقي رئيس الدوله مهتم، يلاقي رئيس الوزراء مهتم، يلاقي الوزير مهتم، يلاقي الناس بتقابله وتشوف مشاكله ايه وبتحل له مشاكله. ده طبعا مطلوب من الناس، غير ان واحد يجي مش عارف قوانينك النهارده الضرايب هتبقى عليه شكلها ايه. لازم يكون عارف. هي دي الحته اللي بيقول التغيير الحكومي او التغير الحكومي في الاجراءات وفي القوانين. لازم سياسه ضريبيه واضحه جدا. يمكن في قطاع البترول، في الاتفاقيات البتروليه، في بند بيقول ان الدوله بتتحمل الضرايب الدخل بتاعت الشريك الاجنبي. الناس بتستغرب قوي ليه. النقطه دي حامت لك استثماراتك لمده سنين طويله، لان هو الراجل جاي ممكن تفرضي عليه ضرايب 60% تاني يوم، يبقى هو اقتصادياته كلها. فانا بقول له لا، الضرايب خليك بعيد عنها.
انما لو قوانين الضرائب واضحه وسليمه وبتدي له ضمانه لمده سنين طويله هيشتغل. الراجل محتاج اجراءات يكون عارفها ولا يفاجئ بحاجه تاثر على اقتصادياته اللي هو دخل بيها اصلا. فهو ده المفهوم. اعتقد ان ده متحقق. يعني حضرتك لو شفتي حجم الاستثمارات اللي بيدخل، حجم الناس اللي عايزه تيجي، حجم الشركات اللي بتيجي، هتقولي لا في تغيير حصل. في طفره حصلت. هم بيقيسونا اكتر ما احنا شايفين نفسنا على فكره. يعني اللي من بره تقصد ان هم تقييمهم لينا اعلى ما احنا بنقيم كمان انفسنا. طبعا احنا كل احنا جوه، انا جوه البيت انا ببني حاجه جديده لسه ما خلصتش، فانا جوه البيت تعبان لسه من القديم، انما اللي بره شايفك، شايف القديم وشايف الجديد. فهي دايما كده الناس يعني الناس تطمئن ان احنا في حاجه كمان سنه او سنتين ان شاء الله هتلاقي الموضوع مختلف خالص ان شاء الله. انخفضت مستحقات الشركاء الاجانب لدى مصر الى 1.2 مليار دولار سياده الوزير بنهايه العام المالي الماضي، بعد ما كانت وصلت ل 6.3 مليار دولار في منتصف 2013. ده دلالته ايه من وجهه نظرك؟ يعني اتكلمنا عليه، يمكن عملنا له لمسه كده. الشريك الاجنبي دي مستحقاته، دي تكلفه الانتاج اللي احنا بندفعها. لو ما بياخدش فلوس هيحصل عنده تعطيل في التنميه. برضه ما كنتش هتقدر تديها له قوي، لان انت هو ليه المديونيات بتيجي منين؟ الاتفاقيات البتروليه في اصلها ما يبقاش فيها مديونيات، لان الاتفاقيات البتروليه كلها بتقول الشريك بيحصل على حصص من الانتاج، هو اللي بيتصرف فيها ويبيعها وياخد فلوسه. الاتفاقيات كلها بتقول برضه الاولويه للسوق المحلي. يعني انا بنتج 7 مليار، لو مثلا نفترض ان 2 مليار هم حصص الشركاء، المفروض هو يصدرهم ما ياخدش مني فلوس. انما لو انا محتاج في السوق المحلي هشتريهم منه. هي بتيجي من هنا بقى المديونيه. طيب انا بشتريهم منه، كنت بشتري هنتكلم على برميل البترول كان وصل ل 100 دولار. بشتري منه برميل بترول ب 100 دولار وانا ببيعه في السوق بكام؟ ما يجيش 5 دولار. يعني كنت تكلمي على طن البوتاجاز كان ب 1000 دولار، في وقت من الاوقات بتبيعيه ب 200 جنيه. فتخيلي الفرق ده، كان عندك مشكله ماليه توفير موارد علشان، فطبعا ما بتقدريش تدفعي للشريك. فابتدى هو يقلل استثماراته. يوم ما يبقى عندك موقف قوي اقتصاديا تقدري تدفعي للشريك فلوسه، هيشتغل وهينمي وهيزيد هيزود استثماراته. هي اسمها مخاطره السداد. اي واحد بيعمل مشروع اقتصادي ببيع لزبون معين بشوف هيدفع لي ولا لا، قدرته زي البنك. البنك بيدي قرض بيشوف قدره المقترض على السداد. هو نفس الوضع على فكره مع اختلاف الحاله. الشريك الاجنبي بينفق فلوس، وهيسترد فلوسه منين؟ من الحصص اللي انا بشتريها منه. فلو لقاني مش هقدر ادفع له هيقلل طبعا. تمام. اذا عند حضرتك اي كلمه اخيره عايز تقولها لنا برضو مهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروه المعدنيه الاسبق. انا اقول لك حاجه يعني شخصيه جدا. اتفضل. اللي انا شايفه انا سعيد بيه جدا دلوقتي. انا متفائل بناء على حاجات شايفها، مش متفائل بلا حاجه. يعني انا من النوع اللي بدعم كل من يقوم بعمل انا يمكن كان نفسي اعمله ما عرفتش. الوضع مختلف، الظروف افضل كثير جدا. وجود دوله مستقره، في رئيس مهتم بكل الامور، في وزير بيشتغل اعتقد يعني طول الوقت، لان يعني بقى قطاع البترول قطاع حيوي جدا. هو قطاع بيمس حياه الناس كلها، يمكن ما حدش بيحس بيها قوي، انما قطاع البترول منتشر في حياه الناس كلها. اقول لك حقل زهر ده برضو الناس عشان تعرف، كل بيفتح انبوبته بيفتح البوتاجاز بتاعه بيجي له جزء من حقل زهر. ان هي شبكه قوميه فيها كل الحقول، بتجي في حته واقفه بيجي لك لغايه بيتك، فانت حاسه بالبترول لغايه بيتك. انا راجل منتمي لقطاع البترول من سنين طويله جدا، فانا سعيد جدا باللي بيحصل. شكرا جزيلا لحضرتك مهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروه المعدنيه الاسبق، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا لحضرتك وبشكركم شكرا جزيلا. اشوفكم في مواجهه جديده، الى اللقاء.